مش انت فبتلعب كمبرة العب ولا كمبرة ايه؟ ولا نادر طب كمبرة؟ لا طب اقسم بالله يا اخي لو كمبرة تعمل اللي انت عايزه. مصري يقول لك في المصريين واحد كمبرة. سالب عدت لا فتره مش قديمة والله، بدور على روم وربنا بدورك على روم. مصري النهارده بقى ايه يا جدعان، نمسك بقى ايه المستودع ده، ندور على حد كده يكون جاي منه نوش وخناقات، عشان انا جاي من انا متخ... بصوا انا متخانق مع دبان وشي، جايه مني هتعارك، شيلوا من قدام اللي قابله النهارده في المستودع. يلا ندور وعلى الله التسهيل. وربنا يا اسطى انا بحبك. ايوه انت، ايوه انت، انا بكلمك. لا بجد مش بضحك عليك والله، انا بحبك بجد. ف يعني خش تعمل لايك، انسى على طول كده لايك وسبسكرايب ولو الجرس مش شغال شيل الجرس وشغله تاني، وعايزك تولع الدنيا. اخش اشوف الكومنتات مولعه يا جدعان، واللي بيحبني يقول لي انا بحبك. والله العظيم اول 10 دقايق كاملين نرد على الكومنتات بتاعتها كلها. جاهزين؟ يلا بينا. بصوا يا جدعان، انا زي اخوكم الكبير، النهارده هيبقى اول مره اطلب منكم حاجه. لو في حد امه او ابوه قاعد قريب منه او معاه في نفس البيت، يوقف الفيديو، وعشان خاطري، عشان خاطري، حتى لو انت عندك مشاكل بينك وبينهم، وقف الفيديو وروح بص على راسه، ولو سالك ليه مش لازم تجاوب، او قول له عشان انا بحبه. اول مره اطلب منكم طلب، محدش يكسفني، وخلص وتعالى انا مستنيك عشان نكمل الفيديو. السلام عليكم. السلام عليكم. سلام. شلونكم؟ ايه هلا شايل سكنات لي يا سكون كارسين 14؟ فيه انت شايل سكنات لي يا زميلي؟ مو المحترفين، مو معنوب المحترفين. المحترفين ما عندهمش سكنات، ومنوبات هم اللي عندهم، صح؟ يعني لو انا عندي ده وده وده هبقى انا نوب، صح؟ بقول لك يعني انا كده نوب، صح؟ وانت كده محترف. طب ما تيجي اديك اقصاء. تعالى تعالى، انت تي دي ام ليدر فانت محترف يعني. ما تيجي كده جيم تي دي ام، تنسى اللي انت لعبته في حياتك كله. يلا يلا يلا، شوف روم انا بعت لك اد، اقسم بالله تكسبني ابعت لك عربيه، اقسم بالله. يلا مش انت تلعب كامبارات العب كمبره ايه؟ طب كمبره؟ لا طب اقسم بالله يا اخي لو كمبره تعمل اللي انت عايزه. يقول لك المصريين كمبره. لا مش قديمه والله، بدور على روم وربنا بدورك على روم. استنى دي اصل انت كلنا اسمه تي دي ام وبتاع وليدر فيفا. استنى يعني وده الليدر، انا الليدر التعب، واثبت لك ان المصريين مش بالكمبره يا اسطى، عشان ايه ما تنساش دي بس بالله عليك. تعال يا حبيبي، ده شكله هياكل علقة وهتصوح. يا اسطى بكلمك، بكلمك يا صاحبي. ايه يا عم، في ايه يا عم؟ يا اسطى بكلمك، بقول لك ليه يا عم؟ انا عمري ما احي، مش ما تخافش ما تخافش، مش هتزحلق كتير، مش بتزحلق كتير، بس كنت بقول لك العب جنب واحد. قشطه. لا جنب واحد ما اعرف. خلاص يبقى اوبن وبزحلقه. ما اعرف العب زحلقه، ما اعرف. ما هو بص انت اختار حاجه. ما انت بص بص بص، لا لا عادي عادي، بس يا عم اسمع، مش كل القوانين تبعك، فاهم؟ حاجه ليك وحاجه عليا. تلعبها اوبن بزحلقه ولا جنب واحد من غير زحلقه؟ انا ما العب زحلقه، انا لعب موبايل. ماشي ماشي يا اسطى، تعال يا اسطى تعال. العب ده يا اسطى بي ام سي او، ده شكله لعيب. Reloading!
ده صعب يا جدعان، ده صعب. انا ساكت عشان انا متسوح. لا 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 عاش يا اسطى. بالكمبرة المصريين هم اللي بتوع الكمبرة. يلا يا كمبو، اقسم بالله كمبرة واحدة كمان وهفتح الزحلقة. يا اسطى لو كمبرت مرة كمان هطلع افتح الزحلقة يا اسطى. قشطة خلصانة. Is over and the blue team is in the lead. عاش يا اسطى. بلعب بقوانينه، بلعب بقوانينه وبلا يعني انتوا عارفين انا بلعب على طول بزحلقه. ايه يا اسطى فين الاحترام؟ بلعب بقوانينه كلها. اول مره العب اوبن المستودع. ايوه كامبر يس. عاش. حاجه دخلت في عيني. ده جوه الكفر بقالي كتير. بس انا كده كده ان شاء الله. مش العب بقى. عاش حلو. بس على الستين ولا التسعين فريم يا بابا الطرش.
ايه مالك اصلا، خصمتني ولا ايه؟ انا ساكت ليه يا جدعان؟ سامحوني يا جدعان، والله انا مش عارف، بس انا بركز في اللعب بسكت. الزحلقة احنا مش على الهيد شوت. يا جامد، المهم تكسب يابا، مش مهم كلات البيستول دي، ما تعصبنيش. بص هيتطور بقى، يبدأ يتطور. تعالى بقى العب العب لعبك بقى. هيتجنن بقى. بص هحصره على الكلاية. تعالى بقى خدها من هناك. نفس لعبك. دخلت هيد شوت. بلو تيم فيكتوري. لوك 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 لوك. انا اول مره اشوف واحد بيشيل السكنات وما بيعرفش يلعب بصراحه. تسمعني؟ يا اسطى بسمعك طبعا. تقولش اقول بس يا اسطى بالله عليك، المصريين بيكمبروا وبتاع، بالله عليك ما ينفعش يا اسطى. يعني انت مثلا لما تيجي تتكلم من بلد لبلد فاهم، ما تقولش على حد كده فاهم، عشان ما حدش يزعل منك. ده نصيحه يعني، انا بحب الناس كلها والله. نصيحه حبيبي حبيبي، بس المهم يعني تحاسبي ماشي. يعني موبايل 30 فريم. لا ما هو ده، بص 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 بص، انا اقول لك على حاجه، ما تقوليش ان انت 30 فريم. 30 فريم يا اسطى، بص يا 50 يا اكتر. مش عشان انا عارف، انا بفهم في اللعبه. اسمعني بس اسمعني، انا بفهم في اللعبه دي، واظن انت شايف انا داخل على ليفل 80. انا اقسم بالله عندي اكونتين كمان معديين ليفل 70. بص بلعب اللعبه دي، ما بعملش حاجه غير ان انا بلعب اللعبه دي ماشي. فانا فاهم وفاهم تي دي ام. ده مش لعب. انت في كلايه جبتني بعد ما انا دخل، يعني كلايه 60 فريم مقفولين، انا دخلت الكفر قعدت جوه لقيت نفسي موت فاهم. ايش عجب يعني؟ ايه عندك كونترات كونترات وانت مش فاهم كونتر؟ انت عندك وما عندك؟ عندي، ما عندي 3 مرات سيزون 5، بس انا كنت شايله عشان وعندي ميسك فاشن، وعندي يعني عندي حاجات كتير، بس عشان شايله عشان عادي فاهم. بس فرصة سعيدة يا اسطى والله، بس بالعكس عشان يعني ما تبقاش تزعل الناس من بعض فاهم. يعني انا لولا ان انا بحب الهزار وكده والله كان ممكن ازعل، يعني لو انت بتقول بتلعب من غير كمبرة وبتاع فاهم. في مصريين وبنين كتير فشخ، وفي عراقيين وبنين، بس مش مالناش دعوة بيهم فاهم. طبعا ممكن الاصابع عكسي يا اسطى. فرصة سعيدة والله. اسمك ايه؟ حبيبي. اهلا اهلا مسا عليك يا اسطى. نبقى نلعب مع بعض تاني بقى بعدين. بصوا يا جدعان والله انا مسرح، بس شعري مش عارف هو قلب مكرونه كده ليه. المهم الفيديو ده لو وصل 10,000 لايك اقسم بالله هلعب سلامه في تحدي مستودع تاني. فايه ظبطوا اللايكات كده يعني عشان في السريع، واهم حاجه الاخلاق. انا لو كان هو قال كده مثلا وطلع، وكان ممكن اطلع اقول له انت يا ابني لا قلت له يا اسطى بعد اذنك ما تبقاش تشتم، يعني يمكن افيده اخد فيه ثواب ان هو ما يشتمش بعد كده حد يقول له انت كم برجه ويعصبه مش عارف ايه. انا مش بتاع الكلام ده، انا مش بتاع ان انا ارد عليه. خلاص اشوفكوا على خير بكره الساعه 5:30. سلام 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 سلام.